اهلا بيكم من رام الله. يعني مش ممكن هنيجي رام الله غير وننزل الشارع، بس لازم تفهم ان رام الله دي هي تعتبر عاصمه السلطه الفلسطينيه. ابو مازن محمود عباس رئيس السلطه الفلسطينيه بيعيش هنا. خليني بس اديكم انطباعات عن المدينه، يعني احنا فين؟ احنا في مدينه طيبه هاديه جميله، انت كده في حي زي حي المعادي كده مثلا. ناس هاديه، ناس عندها تجاره، بس ناس بسيطه ولكن عندهم حالة من حالات الهدوء، ولكن القلق، في القلق من المستقبل، يعملوا ايه في ايه. دايما طول ما انت ماشي هتلقى صرح للشهداء. فلسطين كل بيت وكل ركن بيتكلم على شهيد. انا بس عايز افكركم بالحكاية دي عشان الناس بتنسى، انه حتى لو كانت رام الله هادئة، حتى لو كانت غزة غاضبة، ولكن احنا بنتكلم على اماكن كلها للشهداء. خلينا نتمشى في الشارع واحنا هنا موجودين في رام الله القديمة، يعني رام الله اللي هي العثمانية. احنا هنا هيكون معانا المحكمة العثمانية، وهو ده المكان اللي يعني من المعالم التاريخية. وزي ما بقول لكم هنا دي مكان القهاوي، مكان بيع الانتيكات، الناس القديمة، الناس اللي تعرف البلد القديمة، كل الحاجات ديت. تلقى حد بيبيع شوية كراسي، شوية انتيكات، يعني انت قريب جدا من خان الخليل. ولكن زي ما بقول لحضراتكم تشعروا بالهدوء الواضح جدا في هذه المدينة. وبنقابل الناس وبنسألهم اخبارهم ايه. مساء الخير، عرفني بنفسك. عادل ابو مريم. عادل ابو مريم، اخبارك يا عادل؟ الحمد لله رب العالمين. سامع عن المصالحه اليومين دول؟ خلاص بكره الحكومه هتتوحد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. والله متفائل ان شاء الله، ربنا اللي بيجيب بالخير. دائما لازم نكون متفائلين بالخير ان شاء الله. قول لي ايه اخبار الشغل؟ ماشي؟ في ناس اللي برضى بعيش. دائما الانسان يكون في عنده قناعه، قد ما الله يبعت له من رزقه باخده وخلاص بكفي. تفتكر لما تحصل المصالحه حالك يتحسن؟ يعني المحل يشتغل اكتر، البيع يشتغل اكتر؟ طبعا 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 طبعا. السلام هو اساس الشغل واساس كل شيء. السلام طبعا هو اساس الشغل. وانت بتبيع ايه؟ قول لي ايه الحاجات اللي تبيع. عندي شغلات تراثيه وسفنير وشغلات تحف يعني، وزي مشغولات يدويه كلها. نعم نعم، كلها اشغال يدويه. نعم. والمشغولات دي بتتعمل هنا في رام الله؟ لا، في منها بنعمل بالخليل، في منها بنعمل في بيت لحم، بيت صحور، في منها بنعمل في القرى اللي حوالين رام الله. شايف كيف؟ هذا هو. عندك اولاد؟ الحمد لله رب العالمين. كم عيل؟ عندي 3 اولاد وبنت. ربنا يخلي. الله يخليك. وهتتفائل بقى بكره ان شاء الله بالمصالحه دي، انه الدنيا تتحسن والعيال تشتغل وكله يبقى تمام. الحمد لله بيشتغلوا. كلهم بيشتغلوا؟ كلهم بيشتغلوا. كلهم متعلمين كويس؟ انا اعرف ان الفلسطينيين بيتعلموا كويس. نعم، واحد عنده مكتب محاسبه، محاسب تخرج من جامعه، والثاني ميكانيكي، مهندس ميكانيك بيشتغل في مصنع، والثالث عماله بدرس تكييف وتبريد، والبنت علمت تاريخ واثار في الجامعه. كويس، عشان بقى يعني يشيلوا عنك التعب اللي انت فيه ده بعد ما ربيت. احنا بس هم يشيلوا نفسهم، واحنا الحمد لله رب العالمين. يشيلوا نفسهم ان شاء الله. زي ما بقول لحضراتكم احنا موجودين في حي قديم، هو ده الحي القديم. طبعا في حي حديث ايضا في رام الله، وفي اماكن في رام الله حديثه متطوره، ولكن احنا حبينا ننزل نشوف الناس اللي قاعده على القهاوي، الناس بتقول ايه، الناس بتفكر في ايه، تشوف اصل المدينه او قلب المدينه النابض زي ما بنقول. زي كده ما بتنزل الحسين عندنا ولا بتاع، تشوف القهاوي الناس بتفكر ازاي، بتعمل ايه. كل الاشياء دي هتبقى مفيده جدا، وندخل على الناس في القهوه. انا بحب القهاوي وبحب الاكل الفلسطيني وبحب الشعب الفلسطيني كله، ولذلك احنا جايين النهارده نشوف الناس اخبارها ايه. تعالوا نخش القهوه ونشوف اخبار الناس بتعمل ايه، وانا عايزهم ما يتضايقوش، يعني عايزهم يفضلوا يكملوا زي ما. مساء الخير، عرفني بنفسك. خلدون حداد. خلدون بتشتغل ايه؟ ما بشتغلش حاجه. طب ده كويس. طب تفتكر طيب الحاجات اللي هتحصل بكره دي والتطور والمصالحه، يعني في الاقتصاد يتحسن شويه؟ ان شاء الله ان شاء الله هيتحسن ان شاء الله. طب انت ما دورتش على شغل؟ مش عايز اشتغل والله، لسه شويه. طب متفائل شويه بمستقبلك؟ ان شاء الله. خير، نخش كده شويه نشوف الناس الكبيره في السن. عرفني بحضرتك. محمد نصار. يا محمد. ايوه. انت بتشتغل يا محمد؟ والله انا كنت اشتغل شوفير ودلوقتي بشتغلش قاعد. انا شايف لهجتك مصريه. مصري. انا قعدت في مصر 4 سنين. قعدت فين في مصر 4 سنين؟ المنيا واسوان والسد العالي واسيوط وكل البلاد وريطه ايام الله يرحمه عبد الناصر. انت من ايام عبد الناصر؟
طب ايه رايك بكره المصالحه دي ممكن تخلي الاقتصاد احسن، الدنيا افضل، تتفائل شويه؟ ان شاء الله كل شيء بيصير منيح، وهينا قاعدين ان شاء الله واللي بيعمله ربنا منيح. طب عايز تبعت رسائل لاصحابك اللي كانوا في مصر تقول لهم اي حاجه؟ والله هذا بين ال 65 نسيتها ليه؟ نسيتهم. ما رحتش مصر من وقتها؟ لا ما رحتش. لازم تجي لنا تزورنا ان شاء الله. ماشي، مساء الخير يا حاج. عرفني عليك. عبد الكريم جلود، فلسطيني. اهلا عبد الكريم، تشتغل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. وقبل كده كنت اصدر سمك من عندكم من البردويين لاوروبا. انتوا كلكم بتشتغلوا كنتوا في مصر؟ انا عندي شقه بروكسي بمصر الجديده لدلوقتي. عندك شقه بروكسي لغايه دلوقتي وبتصدر سمك من البردويل؟ كنت اصدر سمك من البردويل لدلوقتي، معايا رخصه بجددها كل سنه. طب واحنا هيبقى عندنا سمك كتير، عندنا مزارع سمكيه كتير هتطلع. اعرف يعني اول باول بعرف ايش بيصير في مصر. لازم تعمل بقى بيزنس جديد في مصر. الحمد لله انت متقاعد كده. طب ايه رايك بكره الدنيا تتحسن المصالحه دي؟ ان شاء الله تتحسن، واهل غزه يصير اقتصادهم كويس ويعيشوا، لانهم لهم 10 سنين بالعدم. يعني انا بعرف غزه اكثر من اي واحد. غزه وصلت لمرحله الناس باعت بيوتها، باعت مصانعها، باعت مصالحها، وما ضلش معهم ولا اي شيء يعني. فالوطن الفلسطيني كله يتحسن ان شاء المولى. شكرا ليك، هنستناك في البردويل. يا ميت اهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا حاج. اهلا اهلا، مساك بالخير. محفوظ حصري. استاذ محفوظ بتشتغل ايه؟ انا عندي صالون حلاقه، هذا هو المحل اللي مسكر كل يوم اثنين، احنا بنعيد. انت مسكر النهارده عشان اثنين بس؟ انا كنت عايز اعلن، انا كان شعري طويل يا سيدي. انا مستعد افتح لك النهارده. انا ما يعني ما باخدش وقت، على طول هم مقصين. على طول مقصين، مستعد، انا جاهز. طب اهلا وسهلا فيكم. حضرتك شايف انه المصالحه اللي هتحصل بكره دي وانتقال الحكومه هتبقى حاجه كويسه؟ ان شاء الله الله يصلح الاحوال ويصلح الطرفين، وان شاء الله الايام الجايه القادمه بتكون على احسن حال، ونصلح مع الاطراف كلياتها ونسير في احسن حال، والاقتصاد يتحسن، واهلينا في غزه واحبابنا في غزه انه يعيشوا برفاهيه ومحبه واخلاص، وكل شيء على ما يرام. شكرا ليك، وتيجي تفتح برضو عندنا في مصر يا سيدي. ايه الشرف، اجي. اهلنا وحبايبنا واخواتنا. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. طب نخش القهوه جوه. انا عايز تقول قول لي اسمك ايه. اسمي ابراهيم سمعان زياده، من رام الله، من حموله دار ابراهيم، من رام الله سبع حمايل. طب انت بتشتغل تبعت رام الله؟ طب كنت بتشتغل ايه؟ حلاق سابقا، حاليا متقاعد. متقاعد. ايه رايك في اللي هيحصل بكره، انتقال الحكومه ونوع من انواع المصالحه، ده هيحسن الوضع شويه؟ ان شاء الله يصير اشي احسن، الكل بيحب الاشي الاحسن للشعب الفلسطيني كله. عندك ولاد؟ عندي ولاد. كم عيل؟ عندي ولدين وبنتين، ابني الكبير محامي وبرفع الراس. طب ما كل ولادكم، انا بعجب جدا الشعب الفلسطيني، كل ولاده دايما متعلمين، محامي دي حاجه كويسه جدا. بس شركة محاماة عندي ابني. جميل، كويس. شركة محاماة، وبعدين علمت أولادي كلهم، احنا ما تعلمناش، علمنا أولادنا كلهم. أحسن حاجة، كلنا ما تعلمناش وبنعلم أولادنا. أيوة، فيش بعد العلم. أحسن حاجة. أهلا وسهلا. أهلا بيك. يا هلا. أهلا وسهلا. خلينا نخش جوه، هنشرب قهوة، والله هنيجي نشرب قهوة دلوقتي وناكل سندوتشات كمان، هنحكي كله مع بعض. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا بالشباب، عرفني بيك. شادي أبو علان. اهلا يا شادي، تشتغل ايه؟ انا ميكانيكي. ميكانيكي؟ واخبار الشغل ايه في رام الله؟ يعني في شغل كويس؟ عربيات كتير بتبوظ؟ انا من الخليل. من الخليل، طب اخبار الشغل ايه في الخليل؟ تمام. طب شايف بكره المصالحه اللي هتحصل، وان الحكومه هتنتقل والى اخره، والمصالحه اللي بترعاها مصر، ده ممكن هيحسن الوضع الاقتصادي، شغلك يبقى احسن؟ ان شاء الله. ان شاء الله. متفائل يعني؟ متفائلين، ليه ما نتفائلش يعني؟ عندك عيال؟ عندي عيال. كم عيل؟ عندي ثلاث اولاد وبنت. ربنا يخلي. كلهم بيدرسوا طبعا؟ اثنين فيهم بيدرسوا، واحد في الصف الرابع الثامن، واحد في الثاني. نفسك في ايه؟ يعني لو قلت لك النهارده غمض عينك كده واحلم ان انت تشوف ايه حواليك؟ في كل حاجه. في كل حاجه. كل حاجه. ايوه، احنا بنتكلم مصري. يعني نتعرف على العريس. اهلا وسهلا. انا عريس ولا شيء، ايهم المالكي من رام الله، بشتغل مهندس كمبيوتر في بنك. مهندس كمبيوتر في بنك. بنك ايه؟ بنك الاستثمار الفلسطيني. ده بنك كبير. الحمد لله. طب تمام. تفتكر اللي هيحصل بكره ده هيحسن شغلك في بنك، يخلي الاستثمار احسن، يخلي الدنيا افضل، الناس تحط فلوس في البنوك اكتر،
هلا ان شاء الله اكيد كل ما كانت المصالحه واستعجلت وصارت الامور بيننا في اهلنا بغزه وانفتحت الطرق وانفتحت المعابر، هذا الشيء بياثر بشكل كامل علينا وعليهم وعلى اهلنا في غزه طبعا. طب انت متفائل بالخطوه دي؟ اصل كل مره في كلام مصالحه والاخر وبعدين ما بتتمش، بس المره دي شكلها جد شوي. ان شاء الله احنا دائما هون بنمسك في اصغر امل اصغر خيط، فامل بسيط ممكن يعمل لنا شيء كبير، وان شاء الله انا متفائل المره هاي. طب المصريين اللي بيتفرجوا عليك النهارده لو عايز توجه لهم رسالة تقول لهم ايه؟ احنا اهلنا بمصر حبايبنا واخوتنا من يوم يومنا، وانتم معانا واحنا معاكم، والله يديم المحبه بين الشعوب ان شاء الله. الله يسلمك. خلينا نخش جوه برضو اكثر عمقا ونقعد مع الشباب. ايوه الارجيله والقعده الحلوه. اتفضلوا اتفضلوا، اهلا وسهلا. اجدع ناس اجدع ناس. هتشربونا ايه؟ طب هتضيفونا ايه؟ طب مش عارفك ان انا عايز شاي، ممكن اشرب عصير مثلا. عصير ايه في موجود؟ عصير فريش. لا مش بطلنا ارجيله. يلا قول لي اسمك. اسمي حسن نجار، مخرج اخبار وبرامج تلفزيون فلسطين، خريج القاهره جامعه 6 اكتوبر. انا شايف مشغلين التلفزيون اهو على 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 المصالحه والناس ورئيس الوزراء وكل يعني متابعين الاخبار. بالظبط. النهارده فرحه حلوه وفرحه كبيره، وكل تحية وتقدير لفخامة الرئيس محمود عباس ولرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ولجهاز المخابرات المصرية ولسيادة اللواء ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية. النهاردة مبسوطين جدا بفضل المصالحة الوطنية الفلسطينية المصرية. انت شغلك ممكن يتأثر ازاي بالمصالحة دي؟ شغلي هيتأثر ازاي؟ يتحسن، اقتصاد يتحسن، ممكن لو الحكومة توحدت، ممكن لو حصل كل الحاجات اللي احنا بنأمل فيها دي الوضع الاقتصادي يتحسن هنا في فلسطين. طبعا هو الوضع الاقتصادي لما بيكون سيء في غزة بيكون موجود برضو في الضفة، ولما بيكون سيء في الضفة بيكون موجود برضو هنا. في النهاية احنا شاطرين في الضفة وفي غزة، وزي ما قال فخامة الرئيس محمود عباس انه لا دولة في غزة ولا غزة بدون دولة وكده. وبالنهاية يعني احنا قضيتنا هي قضية واحدة، قضية الوطن العربي كله، ان احنا موجود عندنا حاجة اسمها. بس انتوا قلبكوا صافي بقى خلاص، يعني ان شاء الله الامور ترجع لمجاريها. الحمد لله رب العالمين. هي غيمة وعدت بس، مش اكتر من كده. واهلا بيك لبلدك التاني انت والمصري كلهم. ربنا يخليك، احنا حاسين ان احنا قاعدين وسط اهلنا وحبايبنا. عرفني عليك يا سيدي. اهلا وسهلا. اكرم ابو علان من الظهرية الخليل. شغلي اكر تاجر سيارات. طب واخبار الشغل ايه؟ الحمد لله كويس ان شاء الله. لا يعني في ناس بتشتري عربيات وكده؟ اه في والله ان شاء الله. ده فريش. ها طيب حبيبنا استاذ عمر، يعني تجاره العربيات ماشيه كويس؟ الحمد لله انها الوضع ان شاء الله كويس، وان شاء الله بكون في غزه افضل من هيك. طب انت شايف انه بكره بعد المصالحه دي ما تحصل حياه تتحسن وتبقى افضل؟ الشيء طبيعي، الناس بدها الحياة يعني، وامور ان شاء الله بتصلح وتكون للافضل. انا ما شفتش ناس كتير، يعني انتوا لسه انا اول ناس اقابلهم وانا نازل لسه يعني من العربية، بس انتوا الرأي العام هنا في الشارع بيقول ايه على اللي هيحصل بكرة؟ والله الكل مبسوط للمصالحة، ومنظل شعب واحد، وان شاء الله ربنا بينهي الخلافات والحياة بتمشي. بس صافي يا لبن خلاص بقى. طبعا احنا عندنا مزود صافي يا لبن حليب عشطة كده، الناس نفوس تصفى لانه البلد محتاجة للتوحيد. يعني ما هي الطيبة كمان في الشعب المصري والحكومة المصرية، ومن ايد هذه المصالحة، وان شاء الله ربنا يعم السلام على الكل. يعني حضرتك تعرفني بنفسك. انس ابو عرقوب، صحفي متخصص في الشؤون الاسرائيلية. ده شيء جميل جدا، يعني معانا واحد من المتخصصين. يعني قول لي طب مرئياتك انت للي بيحصل ده، المصالحه اللي هتحصل بكره، الحكومه اللي هتنقل. طبعا الراي العام الفلسطيني يعني حلم بالنسبه له قاعد بتحقق، ولحظات تاريخيه. انت سالت عن الناس بالشارع، الناس كلها بتتابع عبر القنوات التلفزيونيه اللحظه التاريخيه اللي عادت استعاد فيها شعبنا لحمته، وبفضل جهود اخواننا المصريين واخواننا العرب وبقيه الجهود والجهود اللي بذلتها القياده الفلسطينيه للتوصل لهذه اللحظه التاريخيه التي نطوي فيها يعني صفحه سوداء من تاريخنا، نتمنى ان لا تعود، وكل الامل وكل الجهود ستصب من اجل ان لا تعود، وان نرسخ هذه الوحده، وان يستعيد شعبنا في قطاع غزه عافيته والتحامه،
وليؤدي دوره في القضية الفلسطينية. في انت اخر مرة رحت غزة امتى؟ انا ما رحتش غزة، انا شفتها شفتها التلفزيون، من التلفزيون. طب معقولة؟ طب بلدك مش المفروض بقى المصالحة ما تحصل دي، نروح غزة ونقرب من بعض اكتر؟ انا عارف الظروف كانت بتمنع يعني. طبعا غزة محاصرة، والذي يحول دون وصولنا وزيارتنا معظم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لم تتح له الفرصة بفضل عوائق الاحتلال وهذا الانقسام البغيض. ان شاء الله الايام الجاية دي تسمح والاتفاق يسمح ان انتوا تقدروا تزوروا بعض وتقدروا تتاجروا، انتوا دولة واحدة. ان شاء الله الايام المقبلة ستشهد يعني زيارات واعادة العلاقات والاواصر بين يعني بين شعبنا الفلسطيني كله، طبعا بجهود الشكر لابناء شعبنا في مصر وللأمة العربية اللي واقفة خلف هذه الخطوة الكبرى. طبعا اللطيف القهوة انها دايما بيبقى فيها كل الناس اللي بتشتغل، كل المراحل السنية، كل الاتجاهات. ممكن تعرفنا على حضرتك؟ بحب الناس اللي تساعدني. اخد بق برتقان بقى. اسمي جهاد محمد احمد عمر من دور الخليل. انا بشتغل موظف في المحاكم الشرعية. اسير محرر من 16 عام قضف. حضرتك اسير 16 سنة؟ اي نعم اي نعم، اسير 16 سنة. طب يعني انت اكتر واحد تشعر بالقضية الفلسطينية وتشعر بقيمة تحركها وبقيمة انها تتحل. هذا صحيح، لانه احنا عشنا فترة صعبة طبعا كان سبب الاحتلال الاسرائيلي. احنا مهما حصل احنا الضفة وغزة هي وطن واحد مش وطنين، رغم المسميات اللي بيحاولوا انه يشيعوها. احنا بنتمنى انه تتم المصالحة باسرع ما يمكن، لانه فيها يعني صالح الشعب الفلسطيني بغض النظر عن وجوده في اي مكان. بس انت متفائل المرة دي لانه كان في محاولات كثيرة مصالحة؟ والله انا متفائل جدا جدا، يعني لانه حسب الاخبار والتصريحات من سواء من غزة او من الضفة كلها ايجابية وبتدعم في مسار اللي هي المصالحة. والمرة في نية يعني عند القادة السياسيين بإتمام هاي المصالحة، وإن شاء الله أنها بتتم. يعني أنا ببلغ حضراتكم تحيات المصريين كلهم ليكم. انتوا عارفين احنا التعداد بتاعنا طلع، فاحنا 104 مليون، ف 104 مليون مصري بيحيوكوا بيقولوهم ان احنا واقفين وراكوا لغاية تم المصالحة تتم ونجيب نرجع الارض الفلسطينية، لان القضية الفلسطينية هي قضية مصرية في المقام الاول. احنا مصر طول عمر مصر هي من يعني الداعمين للقضية الفلسطينية، وعمر مصر ما تخلت عن القضية الفلسطينية، وبتصور عمرها اش راح تتخلى عن القضية الفلسطينية سواء بالدعم السياسي او المالي او كل دعم تحتاجه القضية الفلسطينية. واحنا كشعب فلسطيني احنا بنحب المصريين وبنحب مصر، لانه بنعدها هي يعني الام انها للوطن العربي وخاصة انها للشعب الفلسطيني. فأساس هيك احنا دائما وابدا بنحيي الشعب المصري، واحنا يعني من الداعيين للشعب المصري انه يزداد في الرفاهية وفي يعني وانه يكون في اسعد ما يمكن من حياته. انا وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بتحيا مصر من احد المقاهي في رام الله القديمة. هذه هي الروح، في تفاؤل، في ناس عايزة يعني الدنيا تعود، المياه تعود لمجاريها، في تقدير كبير للدور المصري واللي بتقوم به الإدارة المصرية. إن شاء الله كل حاجة تبقى كويسة، وإن شاء الله نسعد بدولة فلسطينية موحدة وحكومة فلسطينية موحدة وانتخابات قريبة إن شاء الله الناس تسعد بيها. ونقلل الشيشة شوية علشان أنا بشكركم شكرا جزيلا. خلينا نطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني، أرجوكم ابقوا معنا. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.